نشرة منتصف الليل الأخبار، أهلا بكم ونبدأها بالعناوين. وزارة الصحة تعلن أن الحالة الوبائية لفيروس النزلة الوافدة تشهد ارتفاعا وتؤكد وضع خطة وقائية تحسبا لأي مستوى وبائي. رئيس الحكومة يرفض طلب الإعفاء الذي تقدم به أعضاء الحكومة عن حزب آفاق تونس ويقرر الإبقاء عليهم في التركيبة الحكومية. اتفاق تونسي فرنسي لتيسير اندماج التونسيين الراغبين طوعا في العودة والنظر في وضع تسهيلات للطلبة للحصول على إقامة تخول لهم الدخول لسوق العمل. أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الليلة أن الاقتراع للانتخابات البلدية سيكون يوم 6 مايو 2018، مضيفة أن الأمنيين والعسكريين سيقترعون يوم 29 أبريل المقبل. ووفق قرار الهيئة فإن رزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018 التي وردت في 12 فصلا مدرجة في 4 أبواب، وهي باب تسجيل الناخبين وباب الترشحات للانتخابات البلدية وباب الحملة الانتخابية وباب الاقتراع والإعلان عن النتائج، الذي جاء فيه أن التصريح بالنتائج الأولية للانتخابات سيكون في أجل أقصاه يوم 9 مايو 2018، على أن تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إثر انقضاء الطعون الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم 13 جوان 2018. دقت وزارة الصحة نواقيس الخطر، والسبب هو التسجيل الرسمي لحالة الوفاة الخامسة بالنزلة الوافدة. هذا الفيروس وفق وزارة الصحة يشهد ارتفاعا واضحا، لكنه لم يبلغ بعد درجة الوباء. 5 وفيات سجلت جراء الإصابة بفيروس النزلة الوافدة AH1N1، منهم 3 حوامل ورضيع. وفي ظل تنامي نسبة الإصابة إلى 6%، دقت وزارة الصحة ناقوس الخطر وتكونت خلية أزمة حتى لا يتطور الوضع إلى المستوى الوبائي. سجلنا ارتفاع في النسبة، النسبة الآن وصلت إلى 6.5%. ما زلنا ما وصلناش إلى الوضع الوبائي، الوضع الوبائي نوصلوا له في نسبة 10%. الفيروس هذا مخطر سناء، قاعدة النسبة ترتفع، نحبه بشكل استباقي نمنعه من أنه يتحول إلى وضع وبائي. وتحسبا لتسجيل حالات وفاية أخرى، يقوم المارصد الوطني للنزلة الوافدة بمتابعة الوضع عن كثب ورصد حالات الإصابة من خلال إجراء تحاليل لعينات. 39 حالات إيجابية عن فيروس AH1N1، وزوز حالات من الجملة اللي تعملوا على 227 اللي تعملوا، وزوز حالات من الغريب بي. قاعدين نعسوا كما العادة، كل يوم نعملوا تحاليل ونثبتوا ونعطيوا تقرير من بعد وزارة الصحة. هذا ويؤكد الأطباء المختصون على أهمية التلقيح ضد النزلة الشتوية، خاصة بالنسبة للحوامل والمسنين والرضع، للتخفيف من خطورة تداعيات فيروس النزلة الوافدة. الحوامل والعباد اللي عندهم سمنة مفرطة ولا سمنة مرضية، العباد الكبار السن اللي فوق 65 سنة والصغيرات فوق 6 أشهر، أكدوا عليهم ونعاودوا باش يعملوا الفاكسان في أقرب وقت. يلزم التلقيح، التلقيح راهي زرقة واحدة، جرعة واحدة، وعندها نجاعة بروفي في تقليص الحالات الخطيرة وتقليص حالات الوفيات. وقد أكدت وزارة الصحة على نجاعة التدابير الوقائية لمجابهة تفشي هذا الفيروس، داعية جميع الأطراف المتدخلة إلى تكثيف الحملات التوعوية وحث الفئات المستهدفة على الإقبال على التلقيح. قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد رفض طلب الإعفاء الذي تقدم به أعضاء الحكومة الممثلون لحزب آفاق تونس من مهامهم صباح الاثنين والإبقاء عليهم في حكومة الوحدة الوطنية. قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد رفض طلب الإعفاء الذي تقدم به أعضاء الحكومة الممثلون لحزب آفاق تونس من مهامهم والإبقاء عليهم في حكومة الوحدة الوطنية. رئيس الحكومة بين في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه لا يرى أي موجب لإعفائهم من مناصبهم، خاصة بعد تأكيدهم وفقا لما ورد في بيانهم أمس تمسكهم بأهداف وثيقة قرطاج وفلسفة حكومة الوحدة الوطنية، واضحا أنه قرر الإبقاء عليهم في مسؤولياتهم لأن مصلحة البلاد والدولة فوق المصالح والحسابات الضيقة للأحزاب.
أما وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المخر فقد أفاد بأن الرفض كان الغرض منه تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد والتواصل لعمل الحكومة، مضيفا أنه لا يسعه إلا التناغم مع هذا القرار ومواصلة العمل صلب حكومة الوحدة الوطنية. وقبلها رفع الوزراء الممثلون لآفاق تونس وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المخر، وزير التكوين المهني والتشغيل فوزي عبد الرحمن، وكاتب الدولة المكلف بالشباب عبد القدوس السعداوي، وكاتب الدولة للتجارة هشام بن أحمد طلبا إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد لإعفائهم من مهامهم وأعلنوا تجميد عضويتهم في الحزب. كان لنا اليوم لقاء مع سيد رئيس الحكومة وين سلمناه طلب إعفائنا من مهامنا الحكومية على إثر قرار المجلس الوطني للحزب المنعقد يوم السبت الفارط بالخروج من الحكومة. رسالة للشعب التونسي، نحب نقول اللي احنا كوزراء في حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة على وثيقة كارتاج مبادرة سيد رئيس الجمهورية، حاولنا ان نكون تجسيم للوحدة الوطنية، حاولنا ان نخدم بلادنا، حاولنا ان نكون فريق حكومي متماسك. احنا امتثلنا وضبطنا قرار المجلس الوطني، ولكن في نفس الوقت ما لازمنا نكونوا متناغمين مع رواحنا. احنا كنا نخدموا في حكومة وحدة وطنية، دونك مانيش موافقين مع التمشي، ولذا الواحد باش يكون معناتها يكون متناغم مع روحه ومع افكاره. وتعود ارتدادات قرار المجلس الوطني لآفاق تونس إلى الخلافات المعلنة والتصريحات المتبادلة مع المكونات الرئيسية لحكومة الوحدة الوطنية وأساساً النداء والنهضة، والتي انتقلت لتؤثر على الحزام السياسي للحكومة داخل البرلمان بعد موقف الحزب من قانون المالية ودخول حزب الاتحاد الوطني الحر مؤخراً على خط التنسيق معها. وقع ديوان التونسيين في الخارج اتفاق شراكة مع الديوان الفرنسي للهجرة والاندماج يشمل عددا من المحاور المتعلقة بالمهاجرين التونسيين من أصحاب الإقامة النظامية والمهاجرين غير النظاميين. في إطار التعاون القائم بين ديوان التونسيين بالخارج والديوان الفرنسي للهجرة والاندماج، تم توقيع اتفاق شراكة أطلق عليه اسم لما، وهو مشروع تعاون بين تونس وست دول أوروبية وهي فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وبولونيا والبرتغال والسويد، يقدم بموجبه الدعم للحكومة التونسية من أجل التنمية وإرساء سياسة وطنية للهجرة. الاتفاق هذا يندرج في إطار حرصنا على الدفاع عن حقوق أبناء الجالية التونسية بفرنسا فيما يخص حقوقهم في بلد الإقامة. هناك يعني العودة الطوعية للمهاجرين التونسيين إلى تونس. من بين محاور هذا الاتفاق تسهيل العودة الطوعية للمهاجرين الراغبين بالرجوع لتونس ومرافقتهم عبر توفير آليات للاندماج الاجتماعي والاقتصادي، بما في ذلك الحصول على منحة قيمتها 5500 يورو مقابل تقديم فكرة مشروع استثماري. هدفنا الأساسي هو التونسي نحفظ حقوقه ونرعى حقوقه في بلدان الإقامة ونسهل عملية اندماجه من جديد في المجتمع التونسي بكل مكوناته من خلال شبكتنا. لدينا أدوات جديدة للإحاطة بالمهاجرين التونسيين من جميع الأصناف والراغبين بالعودة الطوعية طيلة عام كامل، حيث سنقوم بمتابعتهم برفقة أخصائيين على الميدان ومع المؤسسات الوسيطة وديوان التونسيين بالخارج وأيضا الولايات والمعتمديات. هذا المشروع التجريبي سيطال 4 ولايات وهي تونس والمهدية وجندوبة وبنزرت، وسينتفع به في مرحلة أولية 100 مهاجر تونسي عائد من أوروبا. ضمن سياق الشراكة التونسية الفرنسية في موضوع الهجرة، توفر فرنسا التسهيلات في إجراءات الإقامة للطلبة الباحثين عن العمل والحاصلين على شهادة الماجستير، فيما تمت تسوية 2300 حالة هجرة غير شرعية، بالإضافة إلى أكثر من 4000 حالة لم شمل عائلي إلى فرنسا هذا العام. سيرين العماري للتلفزة الوطنية التونسية باريس.
فيما يخص القضية الفلسطينية، وسط ترقب دولي واستهجان واضح لقرار ترامب إعلان القدس عاصمة للمحتل الإسرائيلي، استخدمت الولايات المتحدة في مجلس الأمن حق النقض ضد مشروع القرار المصري الذي يدعو إلى إلغاء هذا القرار. خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار تقدمت به مصر حول وضع القدس ويرفض اعتراف الرئيس الأمريكي بالقدس عاصمة للمحتل الإسرائيلي، استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار. وقد علنت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أن مشروع القرار يعيق السلام، مضيفة أن واشنطن ملتزمة بالتوصل إلى سلام دائم مبني على حل الدولتين. إذا ما كان تاريخ الولايات المتحدة في جهود السلام يبرهن على شيء، فإنه يبرهن على أننا لا يمكن أن نصل إلى حل إلا من خلال التفاوض وجها لوجه ما بين الأطراف، ولكن أي جهود خلاف ذلك ستعرقل السلام ولن تدفع قدما. المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، وخلال الجلسة أكد أن هنالك خطوات أحادية الجانب يمكن أن تهدد حل الدولتين، داعياً المحتل الإسرائيلي إلى وقف أنشطته الاستيطانية غير القانونية، مشيراً إلى زيادة أعمال العنف منذ إعلان ترامب قراره الاعتراف بالقدس عاصمة للمحتل الإسرائيلي. انتهز هذه الفرصة للتركيز على أهمية دعم حل الدولتين على أرض فلسطينية متواصلة جغرافيا ومنع العنف والتحريض ونشر مصادر الخوف، وقرارات مجلس الأمن نصت على أهمية هذا الأمر. مندوب بوليفيا داخل مجلس الأمن أكد أن بناء المستوطنات انتهاك للقانون الدولي، ومن جانب آخر اعتبر أن اعتراف أمريكا بالقدس عاصمة للمحتل الإسرائيلي هو أيضا خرق لقرار مجلس الأمن. في 6 ديسمبر أعلنت حكومة الولايات المتحدة وإدارة الولايات المتحدة بشكل أحادي الجانب نقل سفارتها إلى القدس، وكانه اعترافا بأنها عاصمة لإسرائيل. مثل هذا القرار سيصعد من العنف في المنطقة. بعد استخدام الولايات المتحدة للفيتو ضد مشروع القرار، من المرجح أن تتوجه القيادة الفلسطينية لطلب دعم الجمعية العامة للأمم المتحدة وعقد جلسة طارئة تحت عنوان متحدون من أجل السلام، وذلك حسب تصريح سابق للسفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى تعاون دولي فعال في إدارة مسائل الهجرة لحماية حقوق الإنسان. وقال الأمين العام بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين إن هذا اليوم يعد مناسبة للاعتراف بالإسهامات التي يقدمها أكثر من 280 مليون مهاجر في العالم. وأكد غوتيريس أن التضامن مع المهاجرين أصبح أمرا ملحا أكثر من ذي قبل. في الختام إليكم تذكيرا بالعناوين. وزارة الصحة تعلن أن الحالة الوبائية لفيروس النزلة الوافدة تشهد ارتفاعا وتؤكد وضع خطة وقائية تحسبا لأي مستوى وبائي. رئيس الحكومة يرفض طلب العفاء الذي تقدم به أعضاء الحكومة عن حزب أفاق تونس ويقرر الإبقاء عليهم في التركيبة الحكومية. اتفاق تونسي فرنسي لتيسير اندماج التونسيين الراغبين طوعا في العودة والنظر في وضع تسهيلات للطلبة للحصول على إقامة تخول لهم الدخول لسوق العمل. يمكنكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.